اهلا بيكم، انا النهارده معاكم عشان خاطر اساعدك ازاي تعمل تشيب ان رمضان. تمرين النهارده بتاعتنا تمرين السكوات. تمرين السكوات دي بتساعد معانا ان احنا نحافظ على عضلات الرجل بتاعتنا، دي بتساعد معانا ان هي تحرق معانا الدهون وبتحافظ معانا على عضلات الرجل اللي موجوده، ودي بتتعامل معانا في رمضان ويستحسن انها تتعمل بعد الفطار. هنعملها 4 مجاميع في 15 عده، ودي هتساعد معاك انك تحافظ على التشيب بتاعك في رمضان. نصايح عشان ازود معدل حرق بتاعي في رمضان. لو انت خايف انك تزيد في رمضان عشان معدل الحرق بيقل بسبب الصيام الكتير، فدي شويه نصايح تساعدك انك تزود معدل الحرق. حاول تتمشى كتير على مدار اليوم سواء قبل الفطار او بعد الفطار، ده هيساعدك انك تزود معدل الحرق في جسمك. كتر من البروتين في الوجبتين سواء الفطار او السحور. حاول تتمشى شويه بعد الاكل، لو انت اكلت حاجه دسمه شويه اشرب سوائل كويس، اتمرن كويس، هتلاقي نتيجه كويسه عشان نشيب ان في رمضان.